جزاكم الله خيرا. يقول السائل إبراهيم: ما أبرز الأحكام المتعلقة بالوصية، وكيف يكتب الإنسان وصيته في حياته مأجورين؟ أبرز الأحكام شروط صحة الوصية، أن تكون بالثلث فأقل، وأن تكون لغير وارث من الورثة، وأن يكون الإنسان عنده سعة من المال، يكون عنده سعة. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، والخير هو المال الكثير. الوصية للوالدين والأقربين، إذا كان مال الإنسان قليلا فالأحسن أن يتركه للورثة، أما إذا كان واسعا وكثيرا فيوصي بالثلث فأقل. قوله صلى الله عليه وسلم: الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم.